المادة 152 المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تقدمت بواحد الطلب اللي عنده علاقة بشغب الملاعب، وهذه ماشي أول مرة اللي كنتقدموا به. دابا ما فهمناش المجلس قبل، ولكن الحكومة ما جاوبتش في الوقت اللي كنلقاو مجموعة من الأحداث اللي كتوقع وكتوفر فيها الشروط أنها واحد المسائل اللي هي طارئة واللي هي عامة واللي كتنخر المجتمع ديالنا. ما عرفش علاش الحكومة ما استجبتش. وبالمناسبة إلا ما استجبتش الحكومة، خاص المكتب يبرمج في الأسبوع الموالي هذا الموضوع. بغات تجي الحكومة تجاوب مرحبا، ما بغاتش المجلس يطرح هذه الإشكالات. شكرا. نعم.